بقنابل الغاز المسيل للدموع ردت قوات حرس الحدود التركية على مطالب المتظاهرين السوريين بتوفير ملاذ آمن لهم في بلادهم، وبدلا من فتح الحدود أمام الهاربين من قصف النظام فتح الجنود النيران. يسالمون ويبيعون، يريدوننا أن نموت، لن نموت ونحن صامتون، سوف نصل نتحدث وننهض من بين الركام. آلاف السوريين زحفوا تجاه معبري باب الهوى وأطمى الحدودي مع تركيا شمال إدلب على الحدود السورية، خرجوا للتعبير عن استهجانهم مما وصفوه بالصمت التركي إزاء التصعيد العسكري لقوات النظام السوري والغارات الروسية على ريفي إدلب وحما. المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقاطع بثها ناشطون أظهرت إصابة مدنيين بالاختناق من قنابل الغاز أو شظايا الأعيرة النارية، ووفقا لشهود عيان فإن مئات المتظاهرين من عدة مناطق بإدلب تمكنوا من اقتحام معبري باب الهوى الحدودي وأطمى ووصلوا إلى الجانب التركي. وعلى مقربة من رقعة الاحتجاج انفجرت عبوة ناسفة من الجهة الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة، مخلفة عددا من الجرحى في صفوف المتظاهرين. طبعا لا زال هناك بصيص أمل أن تركيا تحاول أن تفعل شيء رغم الوعود السابقة ولم تفعل شيء على أرض الواقع. الجيش التركي بدوره أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا واتخاذ تدابير أمنية مشددة. سيد الحديدي، العربية.